النهارده حبيب قلبي هنعمل مع بعض وصفه كويسه جدا ووصفه جباره. الوصفه اللي احنا هنعملها دي من افضل واحسن الوصفات اللي انت ممكن ان شاء الله هتعملها معايا. وصفه سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله هتنزل معاكي كل الدهون والسموم الموجوده في الجسم، وهتنزل كمان معاكي الميه الزايده. تمام. طيب الناس اللي هي لا قدر الله بيبقى عندها الغده مثلا، يعني عندها معدل حرق ضعيف ما بيحرقش، دي هتزود معاك معدل حرق وتخلي ما شاء الله جسمك كويس جدا، وهيحرق معاكي بطريقه كويسه جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايك للفيديو. عايزاكم يا جماعه توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان ناس كتير ان شاء الله هتستفاد من وصفتنا النهارده. ولو كنتش لسه اشتركت في القناه شرفنا طبعا اشتراكك في القناه وفعلوا الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. مبدئيا كده يا بنات زي ما انتم شايفين احنا النهارده هنعمل وصفه كويسه جدا، وصفه جباره. الوصفه ديت هتبقى ان شاء الله ده عباره عن مشروب. مشروب ازاي؟ هنعمل كده منقوع مشروب كويس جدا هينزل معاكي كتل من الدهون، هيخلي جسمك ما شاء الله كويس جدا، هيحرق بطريقه كويسه جدا. خلاف كده كده كمان يا جماعه ان الوصفه دي ان شاء الله هتبقى كويسه جدا لشعرك، وهتبقى كويسه لبشرتك، هتبقى كويسه قوي. الناس اللي هتبقى عندها البشره داكنه شويه دي هتفتح البشره بتاعتك، بشره فاتحه باين عليها الصحه كويسه جدا. تعالوا يلا كده يا جماعه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللي ما حطش لايك يحط لايك، ونشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. يلا كده يا جماعه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف وصفتنا النهارده. طبعا انا معايا شفشق كبير زي ما انتم شايفين كده علشان اعمل فيه الوصفه بتاعتي. ده طبعا اللي هفضل اشرب منه. هقول لك بقى اشرب منه كم مره في اليوم او هتشربها قد ايه على حسب. فانا جايبه الشفشق دوت على اساس ان انا هعمل كميه كبيره هنشرب منه. ده كده هنسيبه على جنب دلوقتي، وتعالوا بقى نشوف ما اول مكون معايا هنستخدمه في الوصفه بتاعت النهارده اللي هو الليمون. تمام. ده يا جماعه الليمون هناخده كده اهوت، هنقطعه شرايح بالشكل ده كده. الليمون كويس جدا يا جماعه، بنزل معاكي الدهون، بنزل معاكي كل السموم الموجوده في الجسم. هنقول ليمونتين كبار كده اهوت زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا قطعت الليمونتين زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده ده كده يا جماعه الليمونتين. بعد كده المكون الثاني انا معايا الخيار. طبعا يا جماعه الخيار ده بينزل كل الميه الزايده اللي في الجسم اهو. هنقطعه برضو شريح كده اهوت. خلال اسبوع واحد بس ان شاء الله هنحس بنتيجه كويسه جدا وهنحس بفرق كبير. ده كده يا جماعه الخيار هنحطه برضو مع الليمون اهو. تمام. يبقى انا دلوقتي حطيت في الوصفه بتاعت النهارده خيار مع ليمون. الوصفه كده خلصت؟ لا لسه طبعا ما خلصتش. طب هنعمل ايه؟ تابعوا معايا يا جماعه الوصفه للاخر عشان ان شاء الله هتستفادوا منها كتير، وهتجيب معاكم نتيجه رهيبه ان شاء الله، هتتفاجئوا مني النتيجه باذن الله. دلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده معايا نص معلقه بس، معلقه كبيره طبعا من الكمون. الكمون دوت كويس جدا للانتفاخات والقولون وكل المشاكل ايه اللي هي دايما بتحسسنا ان احنا بطننا بارزه وكبيره والغازات والحاجات دي كلها، ده كويسه جدا. خلاف كده وكده كمان ان هو بيزود معانا معدل الحرق، بينزل معانا كل الدهون والسموم الموجوده في جسمنا. تمام. طبعا لسه معايا مكون تاني اللي هو طبعا زي ما انتم شايفين كده النعناع. عندنا نعناع فريش اهوت ممكن ان شاء الله هنستخدمه. تمام. هناخد كده اهوت ده كده يا جماعه اهوت، هنقطع العيدان اللي معانا دهوت اهو. النعناع كويس جدا برضو، يعني في نفس المميزات اهو، كويس جدا بيزود معانا معدل الحرق زي ما انتم شايفين. طب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هننزل عليه بايه؟ بريتلو ميه اهوت. زي ما انتم شايفين كده معايا انا كده عملت كميه كويسه جدا، يعتبر كده كميه محترمه تكفيني طول النهار. هقول لكم بقى ان شاء الله هنشربها امتى. نقلبها بس كويس جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وهنغطي عليها كويس قوي. اهم حاجه يا جماعه يكون غطا محكم، يعني الوصفه دي بالذات اهم حاجه الغطا بتاعي يكون محكم كويس جدا.
طيب قبل ما نستخدم الوصفه هنعمل ايه؟ هنسيب الوصفه ديت هنعملها وهنسيبها كده حوالي 10 ساعات بره كده على الرخامه. يعني احنا ممكن نعمل الوصفه بتاعتنا من بالليل ونقوم تاني يوم الصبح كده هنشرب الوصفه بتاعتي على ما تنزل كل المكونات والفايده اللي احنا حطيناها كلها في قلب الميه بتاعتنا ديت، دي هتبقى كويسه جدا. هناخد الكميه اللي احنا ان شاء الله هنشربها والباقي هنحطه في التلاجة، بس زي ما قلت لكم اهم حاجه تفضل بره كده حوالي 10 ساعات، تمام؟ ده هتبقى كويسه قوي. يبقى انا كده يا جماعه الكوبايه او الوصفه بتاعتي جهزت معايا دلوقتي، وزي ما انتم شايفين كده انا عملت رتل كامل، يعني ما شاء الله كميه كبيره جدا تكفيني طول النهار. الوصفه دي يا جماعه ان شاء الله هنعملها من بالليل وهنقوم الصبح. هنقوم الصبح طبعا زي ما قلت لكم انا مش هحطها في الثلاجه، هسيبها كده على رخامه المطبخ لغايه ما تنزل كل الفيتامينات وتنزل كل الحاجات اللي فيها والعناصر الموجوده في الخيار والليمون والكمون والنعناع، كل الحاجات دي ما شاء الله حاجات كويسه جدا. تنزل معاكي كل الدهون وتنزل معاكي كل الشحوم والميه الزايده كمان الموجوده في الجسم، تمام؟ طيب بعد كده هناخد منها كوبايه كده على الريق، اول ما نصحى الصبح كده هناخد منها كوبايه على الريق. بقيت الكميه هنعينها فين؟ هنعينها في التلاجه. حابين ان انتوا تشربهم يعني كل ما تعطشوا كده ولا حاجه حاولي ان انت تاخدي لك كوبايه من ديت وتشربيها، ده هتبقى كويسه جدا. كده يا جماعه بقى بعد ما الوصفه جهزت معايا هنبدا ان احنا نصفيها بالشكل ده كده اهوت، وهنبدا ان احنا ناخد الكوبايه بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا ده كده اهوت الكوبايه بتاعتي خلصي، ده ان شاء الله اللي احنا هناخدها على الريق، تمام؟ انا صفيتها يا دوبك طلعت النعناع بس، ممكن تصفيها وممكن لا انت وراحتك يعني، تمام؟ الباقي طبعا هنحطه في التلاجة، ده طبعا بعد ما يعدي عليها ليلة كاملة زي ما قلت لكم حضروه من بالليل واصبحوا تاني يوم الصبح خدوه. الكمية اللي هتتبقى هتتحط في التلاجة زي ما انتم شايفين الكوباية دي كده، هاخدها كده على الريق. اهم حاجة كوباية الصبح يا جماعة تتاخد على الريق، بعد كده ان شاء الله كل ما بحس بعطش هشرب كوباية زي دي، تمام؟ لغاية كده كويس. طيب بعد كده هنعرف ان الدهون نزلت ازاي. طبعا هتحس بنفسنا ان احنا كل شوية داخلين حمام، لان يا جماعه هقول لكم على ملحوظه مهمه جدا، الدهون بتنزل عن طريق البول، تاني حاجه بتنزل عن طريق النفس، تالت حاجه بتبقى عن طريق العرق، تلات حاجات دول خدوا بالكم منها كويس جدا، تمام؟ فعشان كده انا دايما بقول لكم حاولوا ان انتوا تشربوا كميات كبيره من الميه، الميه يا جماعه مفيده جدا، الميه تنزل معاك الوزن، الميه تنزل معاك كل الدهون، كل الحاجات ديت كويسه جدا. على قد ما تقدري تشربي كميه ميه اشربي كميه، يعني لو قدرت حتى تشربي 4 لتر ميه في اليوم تبقى كويسه جدا. الميه حلوه للصحه، حلوه للجسم، حلوه للبشره، حلوه للشعر، فيها كل حاجه كويسه جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.